يعطيكم العافية ويسعد مساكم. عم تسمعوني منيح بس كبداية؟ أوكي تمام. طيب أوكي الله يعطيكم العافية ويسعد مساكم. اليوم حنكمل بالجلسة السادسة إن شاء الله بموضوع أساسيات الشبكات الحاسوبية والتقنيات المختلفة والتجهيزات المختلفة اللي ممكن نحن نشوفها بالشبكة الحاسوبية. طبعا بدنا نعمل مراجعة سريعة، واليوم في شوية أسئلة كمان بهذا الموضوع. إذا بتتذكروا حكينا عن موضوع الكونفيجريشن بشكل عام للشبكة الحاسوبية، حكينا عن مكونات الشبكة الحاسوبية مش بتتألف، عنا أنه ممكن نلاقي خدمة الإنترنت، عرفنا من وين منجيب مصادر شبكة الإنترنت. طبعا في عنا الدي اس ال، في عنا الثري جي الفور جي، في عنا الفايبر، في عنا الليز لاين، في عنا المايكروويف، في عنا الساتلايت، عدة طرق لحتى الواحد يقدر يحصل فيها خدمة الإنترنت. بعدين حكينا عن موضوع الراوترات والهدف من الراوتر ووجوده بالشبكة قديش مهم. بعدين حكينا عن موضوع السويتشات، كمان هدفها موجودة بالشبكة حتى تقدر تربط التجهيزات الحاسوبية الشبكية مع بعضها البعض. حكينا عن الأكسس بوينت، عن الطابعات الشبكية، عن الحواسب، لابتوبات وديسكتوبات، وعن السيرفر بشكل عام. الدرس الماضي حكينا عن كيفية تخاطب التجهيزات مع بعضها، اتفقنا انه نحن لازم نعطيها عناوين. هي العناوين بيسموها انترنت بروتوكول او اي بي. طبعا في اتفقنا فرقنا بين نوعين، في البرايفت اي بي وفي البابليك اي بي. هلا البرايفت اي بي بينعطى للتجهيزات جوات الشركة او جوات الشبكة، مثل الحواسب، مثل السيرفرات، مثل الراوترات، مثل السويتشات من جوا. هلا من برا، من على خدمة الانترنت، في شيء اسمه بابليك اي بي اللي هو العنوان الحقيقي، وهذا بقى عنوان وحيد ما بيتغير وما بيتكرر، مو ما بيتغير، ما بيتكرر. خلينا نقول ممكن اعطيه لويب سايت، ممكن اعطيه لموقع، لسيرفر، شيء على النت يعني بقى موجود، اقدر اصل له وين ما كنت بالعالم. ليش؟ لانه ما بيتكرر، يعني هذا العنوان خلاص ثابت صار لهالموقع مثلا او لهالشركه او لهالقصه. ففي عندنا البرايفت اي بي، في عندنا البابليك اي بي. بعدين حكينا في عندنا الستاتيك اي بي، في عندنا الدايناميك اي بي. لما انا بثبت الاي بي لجهاز فهذا اسمه ستاتيك، لما بتركه بيتغير تلقائيا فهذا اسمه دايناميك. بعدين حكينا عن موضوع الخدمات اللي ممكن نحن نشوفها بالشبكه. بلشنا بموضوع الدي اتش سي بي واختصاره دايناميك هوست كونفيجريشن بروتوكول، وهي الخدمه التي تقوم باعطاء اي بيات برايفت اوتوماتيكلي للتجهيزات. طبعا ممكن تعطي اي بيات بابليك، ممكن اذا حطيت لها رينج من كذا الى كذا، بس ما لك مصلحه، لانه الاي بيات البابليك بالحقيقه هي فقط موجوده على النت وحقها مصاري، يعني تدفع مصاري بتاخذ عنوان تحجزه لموقعك لكذا الى اخره. فالدي اتش سي بي كبدايه كخدمه، اول شيء مثل ما حكينا ممكن تلاقي الراوتر بيقدم لك هاي الخدمة، ممكن تلاقي السيرفر بيقدم لك هاي الخدمة، ممكن تلاقي المقسم الهاتفي بيقدم لك هاي الخدمة، بحيث انه هو بقى الراوتر بصير بيعطي الاي بيات للعالم، بيريحك من هالقصة هيدي. طبعا الآلية بتتم على انه بس تجيب جهاز حاسوبي او شبكة او طابعة او اي شيء معرف، يعني انه ياخذ اي بي لحاله اوتوماتيك، مثل الموبايلات اللي معنا، مثل الحواسيب بشكل عام، مثل الطابعات بشكل عام، لحالها بتاخذ اي بي. فبس توصله على السويتش بيقعد بيدور اول شغله، بيبعت شيء بسموه ديسكفر مسج، وبيقعد بيبحبش مين في دي اتش سي بي سيرفر يعطيني اي بي. بيسال الراوتر هل انت دي اتش سي بي؟ بيقول له لا. هل بيسال السيرفر هل انت دي اتش سي بي؟ بيقول له ايه. بيقول له اذا سمحت اعطيني اي بي. فبيجي هون اوفر مسج، وبعدين بيقول له ريكويست، يعني اعطيني اي بي. فسيرفر بيجي بيسند له الاي بي. طبعا اسناد الاي بي بيتم على انه الماك ادريس اللي هو مثل ما حكينا العنوان الفيزيائي، يسند له هذا العنوان المنطقي اللي هو الاي بي. يعني نحن اتفقنا انه التجهيزات الشبكيه، اذا بتتذكروا بالجلسات الماضيه، اي تجهيزه شبكيه الى كرت شبكه فالى عنوان فيزيائي سميناه الماك ادريس، وهذا ما بيتغير. شبهناه بالايمي نمبر تبع الموبايلات، تبع السمات تبع الموبايلات. فالايمي ما بيتغير، والماك ادريس يفترض ما بيتغير ويفترض ما بيتكرر بالعالم.
فانا اليوم شو بيعمل الراوتر؟ بيجي بيشوف الريكوست من هالماك ادرس، بيسجله وبيعطيه عنوان مثلا 192.168.1.70. خلص ال 1.70 سجل له هالماك ادرس وخلصت القصه. حكينا انه الدي اتش سي بي بيتميز بانه ككونفجريشن او كبرمجه، انه لازم حدد له شو اول اي بي يعطي منه وشو اخر اي بي يعطي منه. يعني مثال اذا بدي اعرف الدي اتش سي بي سيرفر، هي بنشوفها بدرس السيرفر، مثلا بقول له انه ستارت اي بي من 192.168.1.100 واند اي بي من 192.168.1.200. فاللي بيعمله السيرفر انه او الراوتر كل ما بيجي واحد بيطلب اي بي من الشبكه بيعطيه من هالرينج هذا من ال 1.100 لل 1.200. اتفقنا اذا فلل الرينج، يعني عطى 100 جهاز، فلل ال 100 جهاز، فشو بيعمل الدي اتش بي سيرفر؟ ما عاد يقدر يعطي اي بيات. وبهالحاله الحاسب لما بوصله بالسويتش وبده ياخذ اي بي، ما بيلاقي الدي اتش بي، بس ما بيلاقي عنده مجال ابدا انه يعطيه اي بي. فاتفقنا بيسند لحاله مثل هذا الرقم اللي شايفينه تحت، اي بي من هذا الشكل 192.254، اي رقم اي رقم. طبعا لما بقول اي رقم بالاي بي يعني يتراوح من الصفر لل 255. فبس تشوفوا هذا الاي بي اتاخذوا جهازكم، معناتها هذا الاي بي سميناه ابيبا، وهو اوتوماتيك برايفت اي بي ادريس. لازم تحفظوا المصطلحات. حكينا عن الدي ان اس اللي هو مثل دفتر الهواتف، اللي هو انه كل اي بي بابليك مقابله بتلاقوا الاسم، اسم النطاق او اسم الموقع الالكتروني. فلما بقول google.com ففي بجنبه بابليك اي بي ادريس له هالعنوان هذا. طبعا هذا الاي بي منشره ومسند لهذا الموقع، معمول شيء بسموه مابينج بين الموقع وبين الاي بي. نفس الشيء مثلا اذا انت هلا اليوم انا قررت اني اسوي ويب سايت، مثلا بدي اسوي مكتبه الكترونيه، هيك قررت، رحت صممت الويب سايت. صحيح بالمناسبه احكي لكم الخطوات كيف بتتم. اذا انت اليوم بدك تساوي ويب سايت للشركه تبعك فرضا، فشو بدي اعمل؟ اول شغله بصمم الويب سايت. طبعا في عده لغات برمجه وتصميم مواقع، منها ال HTML، منها ال PHP، منها ال كل شيء ويب ديزاين بيخطر ببالكم فينكم. يعني في كثير برامج مثل الادوبي فلاش فينكم تساووا عليه ويب سايتات، مثل الادوبي دريم ويفر، مثل ال HTML، مثل ال PHP، في مثل جملة، في مثل دروبال، معبى. يعني في شيء سهل وفي شيء صعب، في شيء بسيط ببلش معك من الصفر، في شيء بتجيب تمبلت وبتعدل عليه وخاطرك مع السلامة. مرة سويت ويب سايت لجمعية خيرية، نزلت على البحث جبت سيديات فيها من مواقع ويب سايت تمبلتس جاهزة. يعني فأنت بتاخذ هالتمبلت بتنزله على أحد البرامج تصميم المواقع وتعدل عليه، بتحط بتشيل بتشيلها خاصورة وتحط بدالها شي شغلة تانية. طبعا في كودات معينة ممكن أي واحد بس عنده وقت يعدل بالكودات، بيعمل أبلاي بيشوف النتيجة، عجبه عجبه، ما عجبه بيرجع بيعدل. فالشغلة معنا صعبة كبداية، يعني بعدين بصير واحد بيتعمق بالكودينج وبآلية البرمجة والقصص. فاليوم أنا سويت الويب سايت، صممته. طبعا بالنهاية الويب سايت هو عبارة عن صفحة إنترنت، فصار عندي صفحة إنترنت اسمها لوجن أو ويب بيج أو هوم اللي بتقول إياها، صفحة إنترنت تفتحها بيطلع لك الموقع. طيب شلون بدي ساويه على النت؟ شلون بدي أقول له للواحد ليك إذا فتت على الموقع www.s.com تطلع لك هاي الصفحة؟ هلا الآلية على الشكل التالي. واحد، بدك تشتري اسم على الإنترنت، هذا بسموه الدومين أو النطاق. يعني أول شغلة بدي ساويها بدي اشتري الموقع اللي اسمه s.com. أول شغلة. طبعا في كتير مواقع على النت بتبيعك أسماء نطاقات، طبعا مو شرط يكون s.com، يمكن يكون s.com محجوز، ممكن أختار s.org، s.net، s.sy، s.lb، s. شو بيعرفني اللي بتكون إياه حسب شو متوفر. طبعا ففي كتير شركات مثل جودادي، بس افتح ويب جوجل اكتب جودادي بيطلع لك موقع بيقول لك أهلا وسهلا، شو بتحب اسم النطاق يكون؟ بتقول له s.com، بيقول لك موجود مو موجود، شو في شيء موجود غيره كذا، ما زي الاخره. وبيحجز لك هذا الاسم لإلك لمده سنه سنتين ثلاثه، انت بتحدد. طبعا الكلفه بسيطه جدا، يعني ممكن تحجز اسم نطاق ب 10 دولار او ب 15 دولار هيك شيء بالسنه. حجزنا الاسم خلصنا. هلا بدي اروح شو اعمل؟ هذا الويب سايت بدي اربطه بهذا الاسم. هذا الويب سايت بالنهايه له حجم، يعني في صور، في فيديوهات، في مقاطع، في كودينج كذا، له حجم. معناتها هذا الحجم لازم احجز على النت،
مساحة حجمية مثلا 100 ميجا، 50 ميجا، 1 جيجا اللي بتكون اياها حسب قديش الويب سايت ضخم، وارفع هالويب سايت على النت، وبعدين بربط هالمساحة باسم النطاق اللي انا اشتريته. مشان هيك اول شغلة بشتري اسم النطاق اللي هو مثلا s.com، وتاني شغلة بشتري مساحة على النت، هي بسموها ويب هوستينج. ويب هوستينج استضافة. هالاستضافة بقى حسب قديش موقع النت عندي حجمه، 100 ميجا حاجة، بشتري 100 موقع مساحة على النت. طبعا كمان نفس المواقع اللي بتبيعك النطاق بتبيعك مساحة على النت، فبتشتري لك 100 ميجا مثلا، وبترفع عليها هالويب سايت تبعك. شي رفعت الويب سايت تبعك بتعمل مابينج بين الويب سايت اللي انت رفعته على النت وبين اسم النطاق، فبصير اي واحد بالعالم فتح صفحة انترنت كتب www.s.com صار مباشرة عندك، وفتطلع له الموقع وامورك مثل الليرة. هلا سؤال حلو من فاطمة، شراء اسم الموقع بينطبق على المدونات الالكترونية البلوجر؟ هلا كل شيء بلوج، في كثير مواقع بتعطيك امكانية مجانية انك انت تساوي بلوج على الدومين تبعهم. يعني مثلا شو بتلاقي؟ فاطمة دوت كذا 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 دوت كوم، فالكذا كذا كذا هذا بيكون اسم الشركة او اسم الموقع، وبتعطيك البلوج عليه. طبعا هون بتكون في محدودية بالحجم، بالمساحة، بالميزات. ممكن انه انت تدفعي اكثر تاخذي ميزات اكثر. هلا انا بنصحك، لا روحي اشتري دومين خاص فيكي، سميه فاطمة دوت كوم مثلا اذا كان متوفر، وارفعي عليه انت الويب سايت تبعك على شكل بلوج، وخلصت القصة. الحلو انه انت بتديريه بشكل كامل ومانك معتمدة على سب. هذا طبعا اول فكرة اللي قلت لك اياها اللي هي فاطمة دوت كذا دوت كوم، هي بسموها سب دومين. سب دومين يعني الدومين الرئيسي هو كذا دوت كوم وانت اخذه منه، فاطمة دوت كذا دوت كوم. فانا شو، لا انا افضل ان الواحد اليوم ياخذ يشتري ويب سايت، يشتري نطاق على النت فاطمة دوت كوم، ويرفع الويب سايت تبعه عليه. طبعا مثل ما اتفقنا بده يشتري مساحة 50 ميجا، 100 ميجا حسب، يعني بلوج ما شو البلوج ما في شيء تكست، ففينك ترفع يعني تشتري مساحة 50 ميجا او 100 ميجا فقط، وترفع وتساوي ويب سايت خاص فيكي وخلصت القصة. اريح من انه طبعا كبداية ممكن واحد يفوت بشيء مجاني بعدين بقى بيشوف. فوين الدي ان اس هون بهذا الموضوع اللي حكيت لكم اياه؟ طبعا هو طالما انه انتم حجزتوا دومين نيم وربطتوه بهالموقع الويب سايت تبعكم بالاستضافه الالكترونيه، فبس تفوتوا على الاستضافه بيقول لك اهلا وسهلا فيك، البابليك اي بي تبعك هو كذا 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 كذا. فانت اللي بتعمله بالنهايه هو انه عم تربط اسم الموقع اللي اشتريته مع هالبابليك اي بي تبع الويب سايت، فبصير في عندك ربط. اي حدا بالعالم فتح صفحه انترنت كتب www.s.com طلع له الموقع. فالدي ان اس هو اختصار لدومين نيم سيرفيس، ومثل ما حكينا هو عباره عن دفتر عناوين اي اسم دومين مقابله الببليك اي بي تبعه وهكذا. ومثل ما حكيت لكم فيني اساويها بشكل برايفت ضمن الشركه واحجب مواقع على هذا الاساس. اي واحد يفتح مثلا x.com بعته على صفحه فاضيه عندي اياها على سيرفر من السيرفرات جوات الشركه يطلع له مرحبا ممنوع هذا الموقع. وطبعا بس ممكن مثل ما اتفقنا انك تتجاوز هذا الموضوع عن طريق تبنج الموقع اللي انت عم تحاول تفتحه وتشوف شو البابليك اي بي تبعه وتحط الاي بي بشكل مباشر. حكينا عن النات كمان، نتورك ادرس ترانزليشن، كيف اني بقدر اطلع كذا برايفت اي بي عن طريق البابليك اي بي الوحيد تبع الراوتر. حكينا كيف بنغير الاي بي تبع الشبكه، سواء كنا عم نحكي على الحاسب تبعنا او كنا عم نحكي على الطابعه. بس بتفوت على اعدادات الشبكه هي باي ديفولت بتكون دي اتش سي بي، مثل هلا ما شايفين بنشيل دي اتش سي بي يعني اوبتين اي بي اوتوماتيك، وبنحط ستاتيك اي بي، ونحن بنحط الاي بي على كيفنا. بس اذا حطيناه لمره واحده خلاص، يعني كل مره صعب بدنا نغيره. اذا بدنا نغيره مثل ما عرفنا بنقدر نعرف شو الاي بي اللي نحن اخذينه عن طريق التعليم اي بي كونفيج، وحكينا عن التعليم الثاني اللي هي تريس ار تي، وحكينا عن التعليم الثالثه اللي هي بينج. حكينا عن الراوتر كيف بعرف الببليك اي بي اللي انا اخذه عن طريق الدخول الى صفحه الحاله الستاتس وستاتس، وبشوف شو الاي بي ادرس اللي انا اخذه ومين هي الجيت واي تبعي. عاده بتكون الجيت واي تبعي هي جيت واي مزود الخدمه. هلا اذا
بدي فوت بأسئلة هيك سريعة شوي، هات لنشوف. مثلا أول سؤال عم بيقول إنه أنت مسؤول عن الشركة، الآي تي مانجر تبع الشركة، وطلب منك إنه تسأل شو هي السيرفيس أو الخدمة التي تقوم بتحويل الآي بي أدرس من شي برايفت لشي بابليك، يعني بتطلع كل العالم اللي عندك بالشبكة لبرا وبتفوتهم لجوا، فمين هي الخدمة؟ طبعا مو الدي اتش تي بي، لأنه الدي اتش تي بي هي بتعطي آي بيات، ولا الدي ان اس، لانه الدي ان اس هي اللي بتحول من الى، مثل ما قلت سليمان الخدمه هي النات. كلام سليم مظبوط معاويه. السؤال الثاني بيقول لكم انه انت اليوم عم تشيك، طلعوا هذا السؤال، عم تشيك مشكله عندكم بالانترنت، عم تحاول تكتب اسم الدومين www.glenclerk.com بس ما عم تقدر تحصل هذا المشكله، علما انه انت عم تقدر تبنك الاي بي ادرس تبع هذا الموقع. فشو ممكن تكون المشكله؟ تماما مو دي اتش تي بي، لانه هون ما عندي مشكله اعطاء اي بيات، ولا نات ما عم اقدر ادخل وخرج، ولا اتش تي تي بي اللي هي بروتوكول تصفح المواقع الالكترونيه، وبالتالي فهي الدي ان اس. هذا الاسم ما عم يقدر يعرف شو الاي بي تبعه الراوتر عندك. ثالث سؤال، عندك نتورك، ما هي الخدمة التي تقوم بإعطاء الآي بي بشكل أوتوماتيكي للتجهيزات؟ طبعا الجواب هو الدي اتش سي بي، الخيار A. السؤال اللي بعده، عندك كلاينت لما بده يعمل ريكويست للآي بي ادرس، يسأل عن الآي بي ادرس، شو أول شغلة بيعملها الدي اتش سي بي الجهاز تبعك لما بتوصله على الشبكة باحثا عن الاي بي ادريس؟ فبيبعت ريكويست، ولا بيستكشف مين هو الدي اتش سي بي اول شيء، ولا بيستقبل، ولا بيبعت اكنولجمنت؟ طبعا اول شغلة لا يقين، لا، بيعمل ديسكفر. الديسكفر هو انه ببحث اول شيء مين بده يعطيني الاي بي، بعدين بقى بطلب منه ريكويست، بعدين بيجيني ريسبونس وخالص. طيب السؤال اللي بعده، في واحدة اسمها سو عندها مشاكل بالنتورك، عندها سألتك انه اي من الخيارات التالية يعتبر لاير 2. طبعا لا تنسوا اللاير 2 نحن عم نحكي دوما على الاوزي لاير، على الاوزي لاير. فمن هو اللاير 2؟ هل هو A الاي بي ادرس، او B الدومين نيم، او C اسم الحاسب، او D الفيزيكال ادرس؟ طبعا الجواب الصحيح هو الفيزيكال ادرس. صحيح يا اخي، الفيزيكال ادرس مثل ما اتفقنا. صح، صحيح رغد، هذا الفيزيكال ادرس اتفقنا انه هو موجود بالطبقه الثانيه، العنوان الفيزيائي. اما مثلا لو كان اي بي ادرس كنا عم نحكي على النتورك اللي هي الطبقه الثالثه. السؤال اللي بعده، من هو البروتوكول المسؤول عن، طبعا في سؤالين هون، واحد عن إرسال الإيميلات، وواحد عن استقبال الإيميلات. أول واحد، السؤال الأول، من هو المسؤول عن إرسال الإيميلات؟ إرسال الإيميلات، في عنا الـ FTP، في عنا الـ SNMP، في عنا الـ SMTP، في عنا الـ POP3. هلأ حتى أشرح لكم كل واحدة شو شغلتها، لحتى خبصتها يا معاوية، لحتى أشرح لكم كل شغلة عن شو بتشتغل. هلأ الـ FTP اختصار ل فايل ترانسفير بروتوكول، وهو بروتوكول ارسال ونقل الملفات عبر الانترنت، نقل الملفات عبر الانترنت. طبعا هون عم نحكي على ايميلات وليس ملفات، معناته مو اف تي بي. الاس ان ام بي هو اختصار للسمبل نتورك مانجمنت بروتوكول، وهو بروتوكول اداره الشبكه او مراقبه الشبكه. خلينا نقول طبعا الاس ان ام بي اي جهاز يا جماعه شبكه يدعم خدمه الاس او بروتوكول الاس ان ام بي، معناته انا عن بعد قادر اني شيك بعض البارامترات الخاصه بهذا الجهاز. قد تكون درجه الحراره، قد تكون قديش الفولتيه تبع هذا الجهاز، قد يكون قديش زمن التشغيل، قديش صار له شغال ساعه ساعتين 10 ساعات، قد يكون عدد مرات اللي عمل ريستارت هذا الجهاز. هيك معلومات بقدر عن بعد اني احصلها اذا كان هذا الجهاز بيدعم بروتوكول اسمه SNMP. طبعا كيف بدي انزل برنامج عندي SNMP كلاينت، وبقدر اتخاطب عن طريق هذا البروتوكول مع الجهاز، ممكن يكون سويتش، ممكن يكون راوتر، ممكن يكون اللي بدكم اياه، واقدر اتواصل معه واخذ منه بعض البارامترات مثل ما اتفقنا، مثل درجه حراره الجهاز، الفولتيه، زمن التشغيل الى اخره. طيب بس عندي بروتوكولين،
واحد اسمه اس ام تي بي وواحد اسمه بوب 3. السؤال: من هو المسؤول عن ارسال الايميلات او تاكيد ان الايميلات طلعت من عندك، ارسال الايميلات؟ هذا الاس ام اس ام تي بي هو اختصار لسيمبل ميل ترانسفير بروتوكول، يعني بروتوكول سيمبل ميل ترانسفير يعني ارسال الايميلات البسيط، ترانسفير تحويل او تمريء الايميلات. اما البوب 3 فهو بروتوكول استقبال الايميلات. فانا اليوم السؤال: ارسال معناته بستخدم بروتوكول الاس ام تي بي، استقبال بستخدم بروتوكول البوب 3. لازم تعرفوا يا جماعه انه كل بروتوكول من البروتوكولات بيشتغل على بورت محدد، والجهاز عاده بيتعامل مع، والله بعرف بعرف معاويه عم بمزح معك انت، الجهاز بيعتمد على بيتخاطب مع العالم الخارجي من حوالي 65 ألف بورت. ففي بورتات يا جماعة محددة لبعض البروتوكولات، مثال البروتوكول البورت رقم 80 بأي جهاز لابتوب مثلا مخصص لأني أفتح صفحات إنترنت عن طريقه. فأنا اليوم إذا بدي أحجب صفحات النت عن هذا اللابتوب اللي أنا هلأ عم أشتغل عليه، بس كافي إني أعمل بلوك للبورت 80 من الويندوز فايروول اللي موجود في عندي. يعني مثلا فوت على الكنترول بانل تبع هذا اللابتوب، فوت على البورتات، سكر البورت رقم 80، ما عاد في عندي شيء اسمه صفحات انترنت. اذا بتقروا كثير عن البروكسي والبورتات تبعه، اللي بصير هو اذا بدي احجب بروكسي معين ما بحجب الاي بي، بحجب البورت، بسكر له البورت بقول له يلا مثلا، فيني احجب الاي بي طبعا. فلكل بروتوكول في عندكم بورتات محدده. هلا اتش تي بي بروتوكول صفحات تصفح مواقع الانترنت العادي في عليه البورت رقم 80. اتش تي بي اس اللي هو هايبر تكست ترانسفير بروتوكول سكيور بيشتغل على البورت 443، الاف تي بي بيشتغل على البورت 21، الاس ام تي بي مثلا بيشتغل على البورت 25. يعني اليوم اذا بدي امنع اللابتوبات اللي عندي من الشركه تمام انه يبعثوا ايميلات، بكل بساطه بفوت على الراوتر بسكر البورت 25، ما عاد بيطلع ولا ايميل، او بفوت على السيرفر تبع الايميلات بسكر البورت 25، ما عاد بيطلع ولا ايميل، وهكذا نحن وماشيين. البوب 3 بقى هو بروتوكول استقبال الايميلات وهو على البورت 110. طيب السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده عم بيقول لكم انه الابلكيشن لاير بروتوكول فور ريسيفينج ايميل لاستقبال الايميلات شو هو؟ اكيد مو الاف تي بي ولا الاس ام تي بي ولا الاس ام بي، فهو بوب 3. طيب شوفوا لنا السؤال اللي بعده، قال الحاسب الاول عم بيحاول يتواصل مع الحاسب الثاني، اما انه الحاسبين نفس الرينج تبع الاي بيات، يعني يفترض اليوم اذا وصلت بيناتهم بكبله شبكه الاثنين بيقدروا يعملوا بينج لبعض يشوفوا بعض. الحاسب الأول وصلته مع سويتش مثل ما احنا شايفين، ووصلته مع راوتر أول، الحاسب الثاني وصلته مع سويتش، وصلته مع راوتر ثاني، وصلت بين الراوترين. هلا في عندي مشكلة إنه الحاسب الأول ما عم يقدر يتواصل مع الحاسب الثاني، شو ممكن تكون المشكلة؟ طبعا إذا بتلاحظوا بالصورة حاط لكم أنواع الكابلات المستخدمة أيضا، فبتلاحظوا انه الكابله بين الحاسب والسويتش ستريت، وبين السويتش والراوتر كروس، وبين الراوتر والسويتش الثاني كروس، وبين السويتش والحاسب ستريت. اذا واحد بس بدقق شوي صغيره بموضوع الكابلات رح يلاحظ انه في عندي كابلات خاطئه مستخدمه، الكابلات خاطئه مستخدمه من الحاسب للسويتش ستريت، من السويتش للراوتر لازم تكون شو نوعها؟ ستريت وليس كروس. الكروس اتفقنا يستخدم دوما بين جهازين متشابهين وليس جهازين مختلفين، عشان هيك بنبدل هالكروس بستريت خالصة فرنسا. اي من العناوين التالية يعتبر كلاس A مثل ما اتفقنا، بنطلع على اول اي بي على اليسار اذا كان يتراوح من الواحد للمية وستة وعشرين فهو كلاس A، معناته ال B كلاس A، معناته ال E كلاس A، يعني ال B خيار رقم B كلاس A والخيار رقم E كلاس A. كمان نفس القصة، السؤال اللي بعده عم نشيك سو ال IP address تبعه، قال أي من العناوين التالية هو private IP address؟ إذا بتشوفوا كمان ال range تبع ال private IP لازم تعرفوه من إلى من إلى من إلى لكل كلاس، وبتقدروا تجاوبوا على هذا السؤال. سؤال أخير، سو يا حرام،
ما عم تقدر تشوف على الانترنت، ما تقدر تفتح نت. سألت الاي تي، اجى الاي تي شيك الاي بي كونفيج، قام طلع له العناوين التاليه: اي بي فيرجن 4 ادرس 169.254.34.56 سب نت كذا جيت واي ما في. اسال الاجابه الصحيحه هي: واحد، الدي ان اس سيرفر داون، يعني في عندي مشكله دفتر العناوين مشان هيك ما عم اقدر احصل على الانترنت، او الاي بي فيه غلط، او الراوتر مطفي، او الدي اتش تي بي سيرفر مو شغال. شو برايكم الاجابه الصحيحه؟ الاجابه الصحيحه دي يقينا بتقول الدي اتش تي بي سيرفر داون. بالحقيقة طالما هو هذا السؤال تركي، شو يعني تركي؟ يعني ممكن طيب هلأ بقلكم ليش ممكن واحد يجاوب سي وممكن يجاوب دي. هلأ أول شيء طلع لنا الاي بي 169.254، هذا الاي بي اتفقنا سميناه أبيبا، أبيبا أوتوماتيك برايفت اي بي أدرس، وحكينا أنه يعطى هذا الاي بي أو يسند للجهاز لما الجهاز بيدور على IP DHCP server وما بيلاقي حدا. معناته ممكن يكون الخيار C اللي هو الراوتر مطفي، وممكن يكون خيار D اللي هو السيرفر DHCP server مطفي، سواء كان على الراوتر أو على السيرفر. الجواب الصحيح هو D، والسبب أنه لو الراوتر مطفي كان يقول لك بالسؤال أنه المشكلة عند كل العالم وليس عند مثلا سو. هي أولا. ثانيا، لما بيكون الراوتر مطفي فانت بتعرف اصلا انه يعني في عندك مشكله عامه. ثالثا، ما شرط يكون الدي اتش سي بي سيرفر على الراوتر، يعني الراوتر قد يكون شغال يا جماعه بس الدي اتش سي بي سيرفر محطوط على المقسم او محطوط على السيرفر. مشان هيك لما بتقرا 169.254 فمعناته انه الدي اتش سي بي سيرفر هو الداون، بتشغله وبياخذ اي بي اوتوماتيك و هاي المشكله وبيمشي الحال. طيب هاي طبعا الأسئلة كلها هيك بتكون محبوكة بهالطريقة. طيب هلا بدي احط لكم درس جديد اللي هو شايفينه هذا خلاص هاي شايفين شيء هلا السلايد؟ شو صار؟ لا إيه إيه لا ولا ممكن اتواصل مع شخص بغير بورتات إن كانت البورتات الفعلية محجوزة. طبعاً أنت اليوم أمامك 65,000 بورت بينك وبين العالم الخارجي، فممكن هلا في بورتات محجوزة لبعض المواقع، يعني مثلا كل شيء HTTP مثلا 80، بس مو شرط 80، ممكن تلاقي 80 80، ممكن تلاقي 80 86، ممكن تلاقي 80 كذا كذا، يعني ممكن تلاقي غير بورتات. عشان هيك بدك تسكر الامور بتفتح بس البورتات اللي بدك تفتحها وبتسكر كل شيء ما عدا ذلك. صح، اول 1300 بورت تقريبا محجوزين لبروتوكولات، بعدين كله فينكم تعتبروه متاح. طيب شايفين السلايدات. طيب هلا لا رجعنا على نفس ال على نفس البرزنتيشن. لحظة طيب رح نفوت بمجال جديد هلا اللي هو نحكي اكثر عن موضوع السويتشات. بعد ما جبنا هالتجهيزات وصلناها مع بعض البعض، اعطيناها اي بيات شافت بعض البعض، حطينا الكابلات بشكل صحيح سواء عم نحكي على الستريت سواء عم نحكي على الكروس، جهزنا الدي اتش تي بي والدي ان اس والنات، صار عندنا العالم انترنت. هلا بدنا نفهم اكثر شو يعني سويتش بهذا الدرس ويمكن الدرس الجاي، وشو يعني راوتر ممكن الدرس الجاي او اللي بعده مع المايكروتيك، وبعدين شو يعني مقسم هاتفي. يعني لسه بيانا تقريبا شي حوالي 3 او 4 شو اسمه جلسات. ف نكمل هلا
من زمان كيف كانت تتوصل التجهيزات مع بعض البعض. هلا من زمان كانوا دائما يحكوا بيقولوا لكم الهب الهب، وكانوا يقولوا البريدج الهب والبريدج. فشو هو الهب؟ الهب هو جهاز لتوصيل التجهيزات الحاسوبية أو الشبكية مع بعض البعض. طبعا من يعني بدي أحكيكم بعام 2002 يمكن 2003، أول ما اشتريت هيك هب صغير، لا والله يمكن قبل، كان عبارة بس عن 4 بورتات، يعني بيوصل لي 4 حواسب أو 4 تجهيزات شبكية مع بعض البعض. ولكن هلأ شو يعني حلاوته؟ إنه بقدر أوصل التجهيزات مع بعضها، يعني بقدر أعمل شبكة ألعاب، بقدر أعمل شبكة حواسب، شركة صغيرة كذا مذا إلى آخره. ولكن مشكلته الهب إنه كان يخنق الشبكة. شو يعني؟ هلأ اليوم أنا لما بدي أبعت من شخص لشخص ثاني، يفترض إني، وهذا نفس الشيء بالبريدجات، بيعمل شيء بيسموه فلود. فلود يعني إشباع. الطريقة بتتم على الشكل التالي: إذا في عندي حاسب أول بده يحكي مع حاسب تاني، فكانت الآلية تتم على إنه الحاسب الأول بيبعت الرسالة تبعه لكل العالم، فكل العالم كانوا يستقبلوا الرسالة، والحاسب اللي مقصود حصرا يتعامل مع هي الرسالة، والبقية بيستقبلوها بس بيهملوها، يعني بالنهاية مو لأنهم هي الرسالة. نفس الشيء بالطرف الثاني. فكان في عندي دوما عملية تخنيق على الشبكة، خصوصي إذا الـ4 حواسب أو التجهيزات الشبكية حبت تتخاطب مع بعض البعض بشكل دائم آني، يعني على طول عم يتخاطبوا على طول عم يتخاطبوا. فأول شيء بلشوا بالهب اللي هو كان فيزيكال، اللي كان لاير نمبر 1 بالأوزي، انتقلوا منه بشيء افضل شوي للبريدج اللي هو بيربط بقى بين التجهيزات الشبكيه، ممكن يربط بين 2 هب مثل ما انا شايفين، يعني بقدر اوسع الشبكه تبعي. وهذا صار يشتغل على اللاير 2، يعني صار بيتعامل مع العناوين الفيزيائيه تبع الحواسب والسيرفرات والقصص هي. هلا البريدج بقى صار يعمل فلتره اكثر شوي صغيره، بيوجه بشكل افضل قليلا بين الهبات المختلفه مع عدد بورتات اكثر، 4 8. ولكن لسه عندي الموضوع كان بيتعلق بالبطء تبع النتورك وسرعة نقل البيانات عبره. مشان هيك طلعوا من الهب والبريدج وفاتوا بشيء اسمه السويتش. هذا السويتش باللغة العربية اسمه المبدل. بيتميز انه عنده عدد بورتات اكبر بكتير من الهب والبريدج، يعني عم نحكي على 12 بورت، على 24 بورت و48 بورت. طبعا لما بقول بورت يعني بورت الشبكة، يعني بقدر اوصل عليه لهذا البورت، بقدر اوصل عليه حاسب، طابعه، سيرفر، راوتر اللي بدكم اياه. بيتميز السويتش انه بيتعامل مع فريمات كبيره، وبيقدر يتعامل مع الداتا بشكل ممتاز، يعني بيحول من الى، وهو بيشتغل على الطبقه الثانيه اللي هي تتعامل مع الماك ادريس، مع العناوين الفيزيائيه تبع التجهيزات اللي عم بوصل انا فيها. في معه شيء بيسموه فاست انترنال سويتشنج، يعني نقل بيانات سريع جدا داخله. وممكن تلاقوا بيتم يعتمد عدة تقنيات من ضمنها الكات ثرو وستور اند فورورد، يعني خزن وابعات، والتعامل مع قطع البيانات او الفريمات تبع البيانات بشكل سريع وآني. عشان هيك السويتشات انتم لما بتشتروها طبعا في لها عدة مزايا وميزات، هلا هحكي لكم عنها، ولكن فرقت كثير عن موضوع الهب والبريدج بموضوع السرعة، سرعة نقل البيانات، وبموضوع التحويل بين التجهيزات، يعني من هاد لهاد بشكل سريع جدا. الموضوع انه بيعتمد على اللاير 2، يعني عم نحكي على العناوين الفيزيائيه، والبورت سبيد، يعني بكل بورت من هدول البورتات اللي انتم شايفينه فيني احدد له سرعه نقل البيانات عبره. كيف بيتعامل السويتش مع هذا الموضوع؟ طلعوا عندي بهي الصوره، عندي حاسب هو الحاسب A. هذا الحاسب جبت كابل شبكة وصلته بالسويتش على البورت اللي رقمه 1. اللي صار عندي اجى السويتش، كل شيء سويتشات بالعالم في عنده شيء اسمه ماك ادرس تيبل. شو معناته؟ جدول العناوين الفيزيائية، جدول بحط فيه كل بورت مين هو الحاسب اللي حاجز هذا البورت. يعني جيت انا الحاسب رقم A وجبت كابل شبكة وصلته بالبورت رقم 1، فالسويتش مباشرة تعرف على الفريم اللي اجى من البي سي رقم A وسجل عنده انه بالبورت رقم 1 مثل ما انا شايفين في عندي العنوان الفيزيائي تبع الحاسب A. هلا
الحاسب ايه بده يبعث رساله للحاسب بي مثلا، فاللي بيصير هو على الشكل التالي، الحاسب بي بس طبعا اول مرحله بتنبعث الفريمز للبورتات، والحاسب بي بيرد وبيقول له ليك انا على الرقم، البورت عندك على الرقم 3، سجل الماك ادرس تبعه، سجل البورت رقم 3 انه في عليه الماك ادرس تبع الحاسب بي، واللي بصير بقى بتصير عملية مباشرة بين البورت رقم 1 والبورت رقم 3 بحال هالحاسبين حبوا يتخاطبوا مع بعضهم البعض. هلا اي طلب جديد، اي حدا جديد بده يطلب الحاسب رقم ايه، مباشرة السويتش بيبعته على البورت رقم 1، لانه صار بيعرف عنده ومخزن عنده بالماك ادرس تيبل انه على البورت رقم 1 في عنده الماك البي سي اي، وعلى البورت رقم 3 في عنده البي سي بي. طبعا كل السويتشات مثل ما قلنا في عندها هذا الجدول اللي بيسموه الماك ادرس تيبل، اللي بقى بتفوتوا فيه اي سويتش يا جماعه بتشتروه، خصوصي اذا كان قابل للبرمجه بشكل بسيط، فيكم تفوتوا على شيء اسمه الماك ادرس تيبل بتشوفوا على كل حاسب مين موصول. طبعا هذا الشيء مفيد جدا، وين كاي تي مانجر انت بهمك تعرف السويتش اللي عندك بالشبكه او بالشركه مين موصول عليه. فبكل بساطه انا اول حركه انت لازم تساويها لما بتشتري لابتوبات بدك تعطيهم للعالم انك تسمي هي اللابتوبات. طبعا بتفوتوا على كبسه يمينيه ماي كمبيوتر على خصائص، وفي شيء اسمه كمبيوتر نيم بتسموه، ولازم يكون في عندكم تسميه محدده. فرضا الشركه اسمها اكس، فانا لازم الحواسب كلياتهم نسميهم اكس داش مثلا بي سي 1 بي سي 2 بي سي 3. ان شاء الله عندي موظف جديد اسمه احمد، اعطيته الحاسب اكس بي سي 1، سجلت عندي على الورقه اكس بي سي 1 اعطيته لاحمد. هلا بفتح الماك ادرس تيبل، طبعا بدي اعرف كل لابتوب شو الماك ادرس تبعه عن طريق بس فوت على اي بي كونفيج بيعطيني الماك ادرس تبع كرت الشبكه، خلصت القصه. فتت على البورت رقم 1 قام شفت عم يسحب داتا كثير كبيره، عم بيخنق الشبكه، عم بيساوي لي مشاكل. هنا هذا البورت رقم 1 الماك ادرس اكس اكس اكس، كثير منيح. برجع عندي على الصفحة مين هذا الماك ادريس، هذا لأحمد، دق تليفون لأحمد بهدله خلصت القصة. أو فيني طفي له البورت أنا وقاعد بمكتبي وأفصل له النتورك كلياتها، يعني فيني أشتغل فيه، فيني خفف له سرعة البورت ل 10 ميجا، فيني أتسلى فيه على الآخر. لاحظوا هون ما عم بحكي على الإنترنت، عم بحكي على سرعة نقل البيانات، سرعة نقل البيانات. طيب سؤال حلو من جعفر، بعد ما تسيف A و B على الماك ادرس بدلنا البورتات تبع السويتش وهو شغال، شو بصير؟ بيرجع بيعمل تحديث للماك ادرس تبعه، لانه بس انت شلت كابل الشبكه تبع الحاسب A وشكيته بالبورت رقم 3 تبع الحاسب B، فالحاسب بعت فريم قال له ليك حبيب انا صرت على الرقم 3، وبالتالي السويتش بيحدث مباشره عن الماك ادرس تبعه وبصير يقول انه البي سي A على البورت رقم 3. فهي العملية اللي بتعمل لك شيء بيسموه switching frames. طبعا ليش تستخدم السويتشات؟ تستخدم السويتشات لحتى تقدر انت توصل التجهيزات المختلفة مع بعضها البعض. يعني اليوم فيني مثلا اذا عندي بناية مؤلفة من ثلاث طوابق، هل بحط سويتش واحد وبوصل عليه العالم كلياتهم؟ اكيد لا، لانه اذا بدي احط سويتش واحد وبوصل عليه العالم كلياتهم فهذه مصيبة. السبب انه اذا هذا السويتش طفى فكل العالم فصلت عندهم الانترنت وفصلت عندهم الشبكه، فيفترض اني احط سويتش بكل طابق وصل عليه الطوابق، بعدين هالسويتشات الثلاثه بجمعهم مع بعض بسويتش وحيد بحطه بالسيرفر روم مثلا كذا كذا الى اخره. فبقدر بقى اعمل عمليه توصيل وتنظيم بشكل اكبر. سؤال من لؤي، اذا اكثر من كمبيوتر بده يتواصلوا بنفس الوقت شو بصير بالحاله؟ ما بصير شيء، السويتش هو شغلته يأمن لك التواصل المباشر بنفس الوقت بين كل التجهيزات، بسبب انه في عنده سويتشينج عالي جدا، يعني مباشرة هذا يبعث لهذا بيبعث له، هذا بيبعث لهذاك يبعث له، حتى لو 24 جهاز موصولين وعم يبعثوا مع بعضهم البعض ما عندك مشكلة ابدا ابدا ابدا. مشان هيك البورتات والسويتشات شبه، يعني طبعا مو منفصلة بس فينك اعتبرها شبه منفصلة، انه كل بورت فينك تتحكم فيه لحاله، طفي شغله تنزل له سرعة نقل البيانات فيه ترفعها كذا إلى آخر. عشان هيك بدكم تشتروا سويتش، شو المطلوب؟ المطلوب هو على الشكل التالي: واحد،
بدي أعرف قديش سرعة نقل البيانات عبر السويتش. هلا اليوم لما بتنزلوا على السوق كنتوا تشتروا سويتشات، بتلاقوا سويتشات مكتوب عليها 10 100، وبتلاقوا مكتوب سويتشات مكتوب عليها 10 100 ألف، وبتلاقوا سويتشات اليوم مكتوب عليها 10 100 ألف زائد فايبر. شو معناتها هالكلام؟ هلا إذا بتلاقوا سويتشات مكتوب عليها 10 100، فمعناتها سرعة نقل البيانات عبر السويتش، عبر بورتات السويتش، هي إما 10 ميجا بيت بير سكند أو 100 ميجا بيت بير سكند. بمعنى طلعوا شو معناته هذا الكلام. أين القلم؟ هي القلم. جبنا حاسب أول، وصلته بكابل شبكة مع سويتش على البورت رقم 1، والبورت رقم 20 وصلته بحاسب ثاني. هلأ كرت الشبكة هون بالحاسب الأول بدعم 10 100 ألف، بدعم جيجا، يعني بدعم 10 100، بدعم إما 10 ميجا بيت بير سكند أو 100 ميجا بيت بير سكند أو 1000 ميجا بيت بير سكند، يعني جيجا. جبت له كابل شبكة، اتفقنا كات 6 معناتها بتدعم كمان جيجا. هون جبنا له كرت شبكة كات 6 كمان بيدعم جيجا. كرت الشبكة تبع الحاسب الثاني كمان ممتاز بيدعم جيجا. رحتوا جبتوا سويتش 10 100، نزلت سرعة النتورك كلياتها ل 100 ميجا بيت بير سكند فقط. ليش؟ لأنه البورتات تبع السويتش ما بتدعم أكثر من 100 ميجا. يعني إذا بدي أبعت فايل من هون إلى لهون، سرعة نقل البيانات العظمى، طبعا هي الحالة المثالية، لن تتجاوز ال 100 ميجا بيت بير سكند. يعني إذا بدي أبعت له فيلم حجمه جيجا، بده يفترض 10 ثواني لحتى يطلع من الحاسب الأول ويخلص بالحاسب الثاني. مشان هيك طبعا صحيح سليمان بيشتغل حسب الأقل، اللينك عندي بيشتغل حسب الأقل. كب هالسويتش بجيب 10 100 ألف، معناتها البورتات كلها بتشتغل على الألف، معناتها جيجا، معناتها الكبلة جيجا، الكبلة جيجا، الحاسب الأول جيجا، الحاسب الثاني جيجا، صارت سرعة نقل البيانات جيجا بيت بير سكند. يعني بصير الفيلم بياخذ معي ثانية إذا بدي أبعته من الحاسب A للحاسب B. كنت انتبهوا على هي الشغلة. عشان هيك بدرس الكابلات حكينا إن الواحد لازم يجيب كابلات ويمددها، يعني يفضل تكون كات 6 من البداية لحتى تريح راسك. هلا اليوم إذا أنت عندك سويتش قديم بدك تغيره بيتغير معك، أما كابلات يعني مثل ما أنا شايفين صعب تتبدل من أول وجديد، حتكلفكم كتير. فأولا إذا بدي أشتري سويتش بدي أشوف شو سرعة نقل البيانات تبع البورتات، في العشرة مية وفي العشرة مية ألف. هلا العشرة مية يا جماعة احفظوها، بيسموها فاست ايثرنت، اف اي بمصطلحات سيسكو. بس تلاقوا اف اي معناتها البورت تبع الشبكة او تبع السويتش بيشتغل 10 و100 ميجا فقط. اما اذا عم نحكي على الجيجا فبيسموها جي اي، جيجا ايثرنت. لما بتلاقوا مصطلح جي اي معناتها 10 100 ألف. اليوم السويتشات الجديدة صارت بتجي بورتات نتورك 10 100 ألف، وبيجي معها بورتات فايبر. وبقدر وصل، طبعا الفايبر مو لحتى وصل حاسب مع السويتش فايبر، لا، لحتى وصل السويتش مع سويتش. يعني مثل مثال الطوابق هذا اللي عم نحكي عليه، فيكم انتم تعملوا على الشكل التالي. هدول العالم كلياتهم بتوصلوا نتورك كابلات، ومن السويتش هاد للسويتش هاد فايبر، ومن السويتش هاد للسويتش هاد فايبر. طبعا ليش فايبر؟ سرعة نقل البيانات عبر الفايبر عالية جدا جدا جدا، وبالتالي ما بصير في عندي تخنيق بالنتورك. وإذا هذا الزلمة حب يحكي مع هي المخلوقة بيقدر يحكي معها بسرعة نقل البيانات عالية جدا جدا. طبعا بدي أضمن إنه كرت الشبكة تبع هذا الحاسب بيشتغل جيجا، كبلة الشبكة كات 6 هدول أكيد لازم أضمنهم، البورت هذا جيجا فايبر نفس الشيء. هون بقدر احقق سرعة نقل بيانات عالية جدا. أيوة مايكرو تك اليوم وغيرها من التجهيزات في عندها سويتشات بس فايبر، ما عندها غير بورتات فايبر. بورت الفايبر بيسموه اس اف بي، والله ما عاد اتذكر اس اف بي يمكن. طيب هي شغله. الشغله الثانيه اذا بدي اشتري سويتش بدي اشوف عدد البورتات تبع هذا السويتش. اليوم بالسوق في عندكم اكثر نوعين من السويتشات،
إما 24 بورت أو 48 بورت. طبعا إذا برجع لهذا السلايد هتشوفوا في عندي سويتشات 24 بورت وفي سويتشات 48 بورت. طبعا مين بيحدد لي هذا الشيء؟ قديش هذا السويتش بدي احطه بطابق من الطوابق او بدي احطه بشركه، بيحدد لي قديش عندي عدد مستخدمين بهي الشركه، في داعي اشتري سويتش واحد ولا سويتشين، في عندي مساحه بالكابينت اقدر احط فيها سويتشين ولا بس سويتش واحد. يعني هي العوامل كلياتها بتلعب دور لحتى اعرف شو بدي اختار. الشغله الثالثه بالسويتشات هي انه بتشتغل بي او اي او نان بي او اي، وهي شغله حلوه. اوكي، نشرب مي شفه. طيب شو يعني بي او اي؟ بي او اي اختصار ل باور اوفر ايثرنت. على قلبك سليمان، باور اوفر ايثرنت. طبعا نان بي او اي يعني نان باور اوفر ايثرنت. شو يعني بي او اي؟ بي او اي يعني اني ابعت كهرباء اغذي فيها الجهاز الحاسوبي مع الداتا تبع السويتش. يعني بمعنى ثاني، طلعوا إذا بتتذكروا أول جلسة مدري تاني جلسة حكينا عن كاميرات المراقبة اللي هي نوع الاي بي. كاميرا المراقبة الاي بي خارجة كابل شبكة وبيجي معها ترانس هيك كابل كهرباء لحتى غذية إذا بدي. فأنا أمام حالتين، يا بغذية مباشر يا أما هذا الكابل بيكون مكتوب عليها هي الكاميرا بي أو إي. بي أو إي يعني بتشتغل عن طريق كابل الشبكة. فإذا باخده لهذا الكابل الشبكة وبوصله على سويتش يعمل بتقنية الـ POE، فالبورت تبعه بصير بيبعت الداتا للكاميرا أو بياخد منها وبيبعت لها كمان باور كهرباء وبيشغلها. طبعا هذا السويتش بقى بتلاقوا الباور تبعه عالية، ممكن تلاقوا معه مراوح إضافية حتى تقدر تغذي هالبورتات كلياتها. سعره أغلى وما بستخدمه إلا لما بيكون في عندي تجهيزات بتقدر تشتغل عن طريق الـ POE. ومثال كاميرات المراقبة من النوع الـ IP Cam، الـ Access Point الحديثين اليوم، الـ Access Point الحديثين، كل شيء Access Point حديثة اليوم، بدل ما أجيب لها كهرباء أحط لها إياها بالسقف، أبداً، كابل الشبكة اللي عم يغذيها بيتمرق عليه كهرباء عن طريق السويتش، يعني السويتش بيغذيه بكهرباء زائد داتا، ونحن وماشيين. كل شيء NVR-ات، طبعاً الـ NVR اليوم صار بيغذي كمان مو بس السويتش بيغذي بي او اي، الان في ار اللي هو حكينا انه هو مسجل الفيديو تبع كاميرات المراقبه كمان بيدعم تقنيه البي او اي وبصير بيغذي الكاميرات بشكل مباشر. يعني ميزه حلوه ولكنها غاليه، واستخداماتها بده يكون حصرا في عندك تجهيزات مثل الكاميرات، مثل الاكسس بوينتس، مثل المايكرويف لينكس. مايكرويف لينك حتى تربط بنايتين مع بعضهم البعض، بدك بي او اي. الـ POE تغذية الـ POE ثابتة بباور معين. طبعا هي تغذية الـ POE اليوم، هلا هذا بالسويتشات الحديثة مثل الـ HP في عندها تقنيتين، في عندها الـ POE والـ POE Plus. هلا الـ POE بشكل عام هو انت عم تغذي DC بالنهاية، يعني DC Direct Current، يعني عم تغذي بباور ثابتة معينة لتجهيز حتى تقدر تشتغل هي التجهيزة. POE Plus عم تحكي بباور أعلى لبعض التجهيزات، يعني مو لكل شيء غير الصفات. طيب هي مواصفات اذا السويتشات. اما واحد سرعه نقل البيانات عبر البورتات، ففي عندنا يا 10 100 سميناها فاست ايثرنت، يا 10 100 1000 سميناها جيجا ايثرنت، يا فايبر، يعني ممكن تلاقي سويتشات بورتات فايبر جزء منها او كلياتها. اثنين حسب عدد البورتات، ممكن تلاقي 24 ممكن تلاقي 48 بورت، وثلاثة حسب إذا البورتات تبعها بتغذي كهرباء ولا ما بتغذي. ففي عنا يا POE يا نان POE. هلأ أنواع السويتشات من حيث الوظيفة، ممكن في عنا شيء بيسموه Core Switch وفي عنا شيء بيسموه Distribution Switch. هرجع لهذا المثال. هذا المثال مثل ما أنا شايفين يا جماعة، في عنا بناية مؤلفة من ثلاث طوابق، طابق أول، طابق ثاني، طابق ثالث. هلأ كل شيء سويتشات بتغذي طوابق مثل هاد بنسميها وين هيدي، كل شيء سويتشات بتغذي طوابق بنسميها ديستريبيوشن، توزيع. ليش؟ انه عم توزع بس لهالعالم اللي بهذا الطابق. هذا الطابق الثاني ديستريبيوشن، هذا الطابق الاول ديستريبيوشن، وبعدين هذول هذا السويتش
بيتش بنزل فيه كابلي وهذا بنزل فيه كابلي وهذا بنزل فيه كابلي من احد البورتات، وبروح على سويتش مواصفاته عاليه كثير، ممكن يكون كل بورتاته 10 100 الف يعني جي اي مثلا، ممكن انزل له فايبر يعني هذه الكابلات هذول بدل ما يكونوا شبكه كات 6 يمكن انزل لهم فايبر. هذا السويتش بقى اللي تحت بكون حاطه بالسيرفر روم وبيسموه الكور سويتش او هو السويتش الرئيسي المركزي. لاحظوا ليش المركزي؟ لانه اذا طفى هذا السويتش يعطيك العافيه فصلت الدنيا كلياتها. طبعا هذا السويتش بقى بوصل عليه الراوتر، بوصل عليه السيرفر، بوصل عليه الهارد الشبكي، وبخلي كل هالتجهيزات اللي عندي هدول العالم يقدروا يتواصلوا مع الراوتر والسيرفر والهاردات كلياتها. هاي الآلية المتبعة بالمنظمات بالكذا هذا إلى آخره. طيب يعطيك العافية أستاذ، فيني أتحكم بالباور اللي طالع من السويتش من حيث المبدأ بأغلب السويتشات، أنا شفتها يمكن بسويتش واحد بس، ولا يفضل كمان أنه تتحكم بالباور تبعه لأنه هذا الشيء بيأثر على الباور سبلاي تبعه. من حيث المبدأ ما فينك تتحكم بالباور إلا يمكن بسويتش واحد شفت هاي الشغلة بس كاستومايز هذا السويتش، لأن الباور اللي طالع من السويتش ستاندرد يعني بي او اي ستاندرد كلياتها. هلا الفكره وين؟ الفكره انه بالتجهيزات اللي انت عم توصلها مع هذا السويتش هي بتجي بتشتغل ضمن رينج من الى، فانت بشكل عام شو ما غزيتها من البي او اي سويتش بتشتغل معك يعني بتقلع وبتلاقيها شغاله. هذا البي او اي سويتش بيجي اغلى مثل ما اتفقنا، بيجي معه مراوح احيانا حتى يقدر يعني يعمل موازنه للباور اللي يقدر يشتغله. ممكن نحن كيف ندمج بورتين على السويتش؟ ممكن نحن كيف تدمج بورتين على السويتش على الاي دي؟ في مثلا بالسيرفر في عندك تطبيقات سوفت وير تقدر تدمج لك البورتين تبعه مثلا، اما تدمج بورتين على السويتش ما عندك يعني ما الهدف من السويتش انه كل بورت هو بورت منفصل لحاله. لود بالانس غير قصه، لود بالانس غير موضوع. طيب في حال صار السب فينك تحط السب كور في حال صار السويتش الرئيسي داون. هلا في حال صار السويتش الرئيسي داون هي مشكله كتير كبيره عندك اياها. والمشكله هون بتصير انه كل شيء نتورك عندك فعليا طفيت. طبعا في حلول دوما، هو انك تحط دوما سويتش احتياط عندك بالغرفه الرئيسيه وتقدر تحول عليها. لاحظ هون شو جاي، كبله 2 3 كابلة سيرفر، كابلة هارد، كابلة ما بعرف شو، 6 كابلات، يعني فينا تنقل مباشرة على أي سويتش تاني. طبعا ما تنسى موضوع الـ UBS والباور. السويتشات بشكل عام ما بتنضرب إلا إذا إجاها باور عالية أو صار في عندك مشكلة فيها من ناحية السوفتوير انضرب يعني. هل تتم الـ Cloud Management Switch، هل تتم إدارته سحابية؟ طبعا فينك تديره بشكل سحابي، أنت واعد وين ما كنت فينك تعمل مانجمنت للـ Management تبع السويتش بشكل كامل. طيب النوع الثاني من السويتشات في شيء بيسموه مانجد وان مانجد سويتش. هذا كل شيء مانجد سويتش معناته في له فيرموير وفي له صفحه تقدر تفوت عليها، وبالتالي في له اي بي هذا السويتش بقدر فوت عليه وشوف هالسويتشات البورتات كلياتها شغاله مو شغاله، بطفي لي بورت بشغل لي بورت، بخفف سرعه نقل بيانات بورت، برفع سرعه نقل بيانات بورت، بشوف قديش في عندي داتا على كل بورت، بشوف الـ TX تبع كل بورت، بشوف الـ RX تبع كل بورت، فيني اتسلى بهالقصص كلياتها. حتى فيني اشوف كل مين موصول، طبعا عن طريق الماك ادريس شوف كل بورت مين موصول عليه. هذا بسموه مانجد سويتش. كنت تنتبهوا يفضل اليوم كاي تي انكم تجيبوا سويتشات مانجد، يعني الى صفحه، يعني الى فيرموير والى صفحه تقدروا تفوتوا عليها. طبعا فيكم تعطوها اي بي للسويتش، طبعا هو الاي بي السويتش بيجي مع IP default، يعني مثلا بتجيبه هيك مثلا بتشتري سويتش تفتح صفحة الدليل البرمجي بيقول لك IP السويتش 10 10 10 1، فأنت اللي لازم تساويه لأنه ما عندك DHCP بتجيب لابتوبك بتوصله بهالسويتش وبتغير IP لابتوبك ل 10 10 10 2، فيفترض هذا يكون صار شاف السويتش، تفتح صفحة نت وبتكتب 10 10 10 1 وبتقدر تفوت على صفحة السويتش. طبعا بتشوف نفس المنظر تبع السويتش، بيطلع لك البورتات الأخضر شغال، الأسود أو الرمادي مطفي إذا عم نحكي على البورتات، سرعة نقل البيانات بيفرجيك إياها لكل بورت،
بتطفي هاد، بتشغل هاد، بترفع سرعة هاد، بتنزل سرعة هاد، بتغير الدوبليكس تبع البورتات. طبعا شان الدوبليكس يعني آلية انتقال البيانات بالاتجاهين أو باتجاه واحد في واحدة الزمن. بالنسبة للبورتات اللي بيميزها ثلاث شغلات رئيسية. أولا أي بورت بيميزه ثلاث شغلات رئيسية، واحد سرعة نقل البيانات عبر هذا البورت، ففي مثل ما اتفقنا عندنا 10 100 1000، هذا أكثر شيء. اليوم في 10 جيجا، يعني في بعض السويتشات 10 جيجا، هي واحد. اثنين بيميزوا الدوبلكس تبع البورت، طبعا في عندنا الهاف دوبلكس وفي عندنا الفول دوبلكس. هلا الفول دوبلكس روحه ورجعه بنفس الوقت، يعني التي اكس والار اكس بنفس الوقت بيتعامل معه البورت، ياخذ وبيعطي بنفس الوقت، يعني مثل يعني كيف نشبهها، مثل الموبايلات الخليويه بتاخذ بتحكي وبتستقبل بنفس الوقت، هذا بسموه فول دوبلكس بورت. فيني احوله لهاف دوبلكس، وبالتالي ارسال استقبال ارسال استقبال. طبعا واحد بيقول شو لها طعمه انه واحد يحول بورت لهاف دوبلكس؟ في بعض التجهيزات اللي بتوصلها مع هذا السويتش ما بتشتغل الا هاف دوبلكس، يعني يا روحه يا رجعه يا روحه يا رجعه، بس مو روحه ورجعه بنفس الوقت، مو تي اكس وار اكس بنفس الوقت. ف بدك تضطر تفوت على هذا البورت اللي انت واصل عليه جهازك وتحوله لهاف دوبلكس لحتى يتلائم مع الجهاز اللي انت موصله معه. شغله ثالثه، فيني اعطيه اسم لهذا البورت وطفيه وتشغله. مثل ما انا شايفين بهي الصوره، شايفين في عندي ثلاث طوابق مثل تمام مثل اجهزه الاتصال تبع الاسعاف تبع الاطفاء، هدول بيسموهم هاف دوبلكس. السويتشات بشكل عام بتجي باي ديفولت فول دوبلكس، الا اذا انت جبرته للبورت الفلاني رقم خمسه انه يشتغل هاف دوبلكس، لانك واصل معه جهاز ما بيشتغل الا هاف دوبلكس. شايفين هذا المنظر، مثلا في عندنا طابق اول طابق ثاني طابق ثالث، فحاطط بكل طابق سويتش، هدول بنسميهم ديستريبيوشن سويتش، ومن كل سويتش نازل على السويتش المركزي بغرفه السيرفر واللي بسموه الكور سويتش. طبعا غلط كثير كبير انك تنزل من واحد لواحد ومن واحد لواحد ومن واحد لواحد. السبب اذا هالكبله فصلت فانت فصلت الطابقين اللي فوق، مو طابق، طابقين اللي فوق. هاي شغله. الشغله الثانيه، ما بنزل كبله واحده من الطابق الثالث على غرفه السيرفر. هاي شغله كثير مهمه، يعني بدي مدد ومدد، ما بمدد كبله واحده من الطابق الثالث للارض، ما بمدد كبله واحده من الطابق الثاني للارض، على القليله مددوا ثلاث كبلات لكل طابق. هلا ثلاث كبلات بينزلوا لتحت، اوكي بستخدم كبله واحده، والاثنين الباقي شو بعمل فيهم؟ شو على جنب، ضربت كبله مباشره بحول على الكبله الثانيه. بده يكون في عندكم دوما، بالمناسبه هدول الكبلات لهم اسم فني بالشبكات بسموهم uplink. اذا بتمر معكم مصطلحات uplinkات، الuplinkات هي الوصل بين الطوابق غالبا بالشركات. فاليوم انا ما بنزل كبله واحده من الطابق الثالث لتحت uplink واحد، بنزل ثلاث uplinkات، ثلاث كبلات شبكه بمددهم بين الخارجي داخلي عن طريق المناور مثل ما حكينا بأول تاني جلسة كذا إلى آخره. المهم ما بمدد واحدة، ثلاثة. هلا ليش ثلاثة؟ ممكن مثل ما اتفقنا واحدة إني وصلها على السويتش واثنين احتياط، ممكن الاثنين احتياط واحدة استخدمها أكسس بوينت مثلا، حاطط الراوتر تحت بغرفة السيرفر. يعني في عندكم مليون شغلة تطلع لكم بالمستقبل، فمشان ما تمددوا كابلات من أول وجديد من أولتها مدد اثنين احتياط مع الواحد الرئيسي وريح راسك من هالنقطة كلياتها. هذا سويتش 48 بورت، شايفين البورتات كلياتهم. سويتش اتش بي، هذا يمكن اتش بي والله. مثل ما انا شايفين في عندنا البورتات الى اضوية يمين ويسار. هلا الضوء اليميني بيرمز على انه شغال ولا مو شغال اللينك، والضوء اليساري بيحدد لك، طبعا في لهم معاني، كل ضوء بيقول لك قديش سرعه نقل البيانات عليه، اذا كان دائم او متقطع، او متقطع بطيء. يعني مثلا اذا كان الضوء هذا، الضوء هذا مثلا، شايفين هذا الضوء، وصلت قبل شبكه معه، وصلت حاسب، اذا اعطاني ضوء اخضر دائم معناتها عم يشتغل على 1 جيجا، اذا اعطاني اخضر متقطع سريع معناتها عم يشتغل على 100 ميجا، اذا اعطاني اخضر متقطع بطيء
عم يشتغل على 10 ميجا وهكذا. طبعا هاي الشغلات بتلاقوها بيكون مكتوبة هون مثلا أو على اليمين، بيكون مكتوب لك إنه إذا شاع الأخضر متواصل معناتها اللينك على الجيجا عم يشتغل، إذا شاع الأخضر سريع معناتها على 100 ميجا، إذا كذا كذا. على اليسار هون إذا شاع الأخضر متواصل معناتها فول دوبلكس، إذا شاع الأخضر متقطع معناتها هاف دوبلكس مثلا. فبيقول لك طبعا هون بكتب لك كمان هون بكتب لك فوق انه البورتات مثلا من 1 ل 24 مثلا عليهم بي او اي، معناتها هدول بقدر اوصل عليهم، بقدر اوصل عليهم اي جهاز، وبقدر كمان اوصل عليهم تجهيزات بتاخذ كهرباء من السويتش مثل الاي بي كاميرا ومثل الاكسس بوينتس ومثل المايكرويف لينكس الى اخره. هذا الكونسول بورت، بس تسمعوا كلمه كونسول فهو بورت خاص لحتى اقدر برمج السويتش، يعني اقدر فوت على هذا السويتش بدون ما اعرف الاي بي تبعه، ما شرط اعرف الاي بي تبعه. جيب كبله خاصه بسموها كونسول كيبل، كبله سيريال، بوصلها مباشره بهذا البورت الخاص فقط، وبفتح السي ام دي مثلا تبع الاوامر او السيشنات الاس اس اتش او التلنت، بقدر فوت على هذا السويتش عن طريق لوحه الاوامر، وبقدر بقى اشوف شو الاي بي تبعه، برمجه من اول وجديد كذا مزا الى اخره. في عنا ضوء للباور، في عنا ضوء للمشاكل، في عنا ضوء للنتورك، في عنا ضوء للريسيت، زر للريسيت، صفر. طبعا الريسيت نوعين، فيني صفر السيتنج وفيني صفر كل شيء. وفي الباور مثل ما انتم شايفين من ورا 220 فولت، لازم اوصله طبعا باليو بي اس، باليو بي اس. طيب قبل ما افوت بسيسكو حاترك سيسكو للدرس الجاي، طبعا ما حفوت كثير بسيسكو، اهم الكوماندات اللي بقدر فوت مرمش فيها السويتشات. هاخذ اسئله سريعه قبل ما نخلص، في شي حدا عنده اسئله؟ يعني اني حاول جاوب على كل الاسئله تقريبا اللي مرقت. ما في اسئله. طيب قديش بنكون مرق؟ ساعة وخمس دقائق، تمام. بركي درس بكرة إن شاء الله بنكمل بالكوماندات تبع السويتشات، حنفرجيكم كوماندات سيسكو بشكل عام الرئيسية، اللي بقدر بقى شوف فيها كيف بعرف سرعة نقل البيانات عبر البورت، كيف بطفي بورت، كيف بشغل بورت، كيف بحوله من هاف دوبلكس لفول دوبلكس بالعكس، كيف بشيك الماك ادرس تيبل تبع كل سويتش إلى آخره. بعدين نفوت بموضوع الراوترات إن شاء الله. الله يعطيكم العافية ونراكم بكرة إن شاء الله. يا ميت هلا، باي باي.